اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. أكلة أمي النهاردة صحية والأكل صحي. احنا محددين يوم الحد من كل أسبوع بيكون الأكل بتاعنا هيلسي بقدر الإمكان، بنهرب من المواد الدهنية اللي موجودة في الأكل أو في الطبق اللي بنعمله، حتى لو كان طبق أومليت، يعني طبق بيض بالخضار، بيض باللحمة وهكذا. النهاردة معايا البامية الطازة الخضراء مش مجمدة، جايبينها قطفينها زي الفل. الصورة الحلوة على الشاشة بتتكلم مصري. البامية دي هناخدها نعملها النهاردة بطريقة جديدة، نوع من أنواع المقبلات، حاجة كده زي سلطة الفاصوليا الخضراء أو سلطة البسلة من هذا الشكل يعني. هنشوف نعملها بالكزبرة الخضراء مع زيت زيتون وعصير حمض، ده الجديد النهاردة. معانا برضو نوع فراخ النهارده هنعمله مع الاناناس. دايما الاختلاط ما بين الفواكه والدجاج او اللحوم بياخد حرص شويه عشان نحافظ على طعم اللحمه او الفراخ. ده المطبخ الاسيوي، دي المدرسه بتاعته. الشيف المغازي النهارده هيجود في الموضوع ويخلي العسل الاسود بتاعنا بتاع الريف المصري والصعيد المصري يشارك في الطبق ده، بما ان العسل الاسود مهم جدا لعلاج الانيميا وبيعالج الانيميا والوقايه من الانيميا، فاحنا نهتم بيه شويه مش ناكله مع الفطير المشلتت وخلاص. معانا النهارده نوع من انواع الكب كيك لطيف وجميل بالقرع العسلي. الاطفال الحلوين مش بياكلوا القرع العسلي زينا، يشربوه شوربه مهلبيه والحاجات ديت. النهارده هنعمل لهم طعم في الكب كيك اللي بيحبوه مع القرع العسلي، نشوف ازاي نقدمه كب كيك لطيف وجميل ياخد برده فليفر من الليمون فيتامين سي. يعني الاكل من الاخر بطريقه جديده النهارده وبطريقه صحيه وفي العناصر الغذائيه اللي بيحتاجها الجسم الصغير والكبير. هنطلع فاصل صغير وبعد الفاصل معلومه غير معلومه، والاكل صحي النهارده من قلب الثلاجه، بس هنهرب من المواد الدهنيه والحاجات اللي ممكن تؤدي لتخنه ووزن زياده. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. طبعا الحاجه اللي بتاخد وقت خلصنا منها ووسعنا لنفسينا الكب كيك بالقرع العسلي في الفرن. هعمل دلوقتي الاناناس او الدجاج بالاناناس والعسل الاسود. الطبق ده من ابتكاري برضو، ونشوف ازاي استخدامنا للاناناس نوع من انواع الفواكه جيد. الاسويين والناس في شرق اسيا بيستخدموه في الاطباق، يخش في الاطباق التشاينيز والطلياني السيفود، الحاجات دي كلها مهمه جدا. فالنهارده هنعمله مع بعض مع فراخ وهنعمله مع العسل الاسود، ولكن الطريقه هتبقى مختلفه شويه. المقادير على الشاشه، حبيت اناناس ربنا يكرمنا ان شاء الله وتطلع حلوه من جوه، ومعانا صدور فراخ ومعانا عسل اسود ومعانا من النشا معلقتين وسمسم وشويه جنزبيل باودر او جنزبيل طازه ومعلقتين زيت زيتون وتوم طازه معانا زي الفل. هي دي المقادير. الاكله دي بريئه من الكمون والكزبره. والمقادير على الشاشه صورها بالتليفون او اكتبها ورايا سريعا. بريئه من الكمون والكزبره، حلو الكلام. ممكن نحط لها شويه بابريكا او شويه فلفل اسود. هناخد الفراخ نقطعها مكعبات بالشكل ده كده، وبعدين نحط عليها شويه ثوم مع شويه نشا. وانت بتقطعي الفراخ كده تحطي في الاعتبار تكون القطيعه واحد كلها بشكل واحد علشان تستوي كلها في وقت واحد. اه ممكن تقدمي معاها شويه رز ابيض حلوين، ممكن تقدمي معاها مكرونه سباكيتي لو انت حابه، بس الافضل طبعا رز مصري او رز بسمتي حسب رغبه ولادك، من غير بهارات، رز ابيض ساده خالص كانك بتقدميه مع سمك مشوي. ناخد الفراخ دي كده بعد ما قطعناها القطعيه الحلوه دي كده، هنعمل ايه يا عم الشيف بقى؟ هنحط معلقه عسل اسود كانك بتحط صويا صوص. عسل اسود مع الفراخ يا شيف. جرب. حلو. يعالج الانيميا. وشويه سمسم، ونحط عليهم النشا يمسك كل ده. حلو قوي، تمام. معانا كمان للامانه هنا شويه هيل ناعمين، وعايز احط شويه فلفل وشويه بابريكا. تحط ملح يا شيف؟ احط قليل من الملح لان انا مش حاطط صويا صوص. حلو الكلام؟ حلو الكلام. وكل ده مع بعضه نقلبه في طاسه هنا على النار بتسخن. النشا هنا بمثابة ان هو لم الشمل يعني انا حطيت عسل، حطيت سمسم، حطيت بهارات، هيمسك لي كل ده مع بعضه. في توم طازه احطه كمان، معلش نسيت، ينزل كده.
الفراخ كده اتقلبت بكل ده، وامسك الفراخ دي احمصها في طاسه شديده الحراره على النار بشويه زيت، تاخد تشويحه على النار كده لغايه لما تاخد شكل. اكون قطعت الحبات الاناناس بتاعتي حلو. النشا هنا طبعا له دور كبير، هو اللي هيديني قوام للصلصه. زي الفل، تمام لغايه كده زي الفل. هنشيل ده كده وتعالوا مع بعض نحمر الفراخ دي في طاسه. شوربه السي فود، تشكيله من السي فود، قشريات، رخويات، اسماك، بتتقطع مكعبات، تتشوح على النار، فص مستكه، بصلايه، تومه تاخد لون، ننزل عليها بمعلقه نشا وكوبايه من الحليب وكوبايه شوربه. شوربه ايه يا شيف؟ يا اما شوربه سمك يا اما ميه من الحنفيه. حلو الكلام. شوربه فراخ، انا بزعل قوي لما بلاقي حد بيحط مكسبات الطعم الفراخ في شوربه السي فود، بيأذيها، بيغلط في حق السي فود للاسف يعني. طيب هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هناخد الفراخ اللي انا قطعتها دي كده ونحمرها في قلب الزيت. الفراخ كده بتتحمر في قلب الزيت، اسيبها تعيش كده، عايزه تاخد لون اغطيها. عمليه تغطيه الفراخ وهي بتتحمر يعني ان احنا بنعمل عمليه احتباس لدرجه الحراره، لان الفراخ تاخد كلها دلوقتي لون بالشكل ده. حلو، نسيبها شويه، نشتغل مع حبايه الاناناس بتاعتنا واحده واحده، وانتظروا مننا ان شاء الله كالعاده، وده مش جديد علينا على شاشه القناه الاولى التلفزيون المصري، لنا مفاجات في العيد الكبير ان شاء الله، لحم العيد وفته العيد وحلويات العيد اللي هي حلويات الخروف والذبيحه بتاعتنا. ولكن الاهم ده من ده كله، واحنا بنشتري اضحيه العيد باذن الله تعالى، يعني لازم نحط في الاعتبار احنا هناكل منها اول ناس، فلازم نشتريها صحتها حلوه وبعافيه، وما تكونش طبعا مريضه ولا فيها مشاكل صحيه. الحاجات دي مطلوبه على فكره، وتندبح كويس وتقطع كويس وتتحط في تغليف كويس علشان ولادنا وحبايبنا وجبران الخاطر هياكلوا منها. ده اللي نصيحتي طبعا لموضوع الضحيه بتاعه العيد. اما حبايه الاناناس اللي في ايدي بصراحه هي مستويه جدا. هناخد اللحم بتاعها ده كده بالشكل ده كده واللي في النص ده انا مش عايزه. حلو الكلام، زي الفل تمام، ربنا كرمنا والحمد لله. بنقطع الاناناس كده. معانا مين يا فندم؟ ده الاناناس بالشكل ده كده، سكينتك لازم تكون حاميه. ما تيجوا ناكلهم كده دلوقتي وخلاص، بتسبكس كده، وعندنا شويه بسكويت اللي هي اللوتس ده الحلو ده، فيها منها كريمه حلوه. والله العظيم انا بعشق الفواكه دي بالشوكولاته وباللوتس كده، واغمسها تبقى لطيفه ما اقولكش. شفتوا الاناناس ده كده اتحط كده، وجنبيه اي صوص شوكولاته، وبالف انا وشفا صوص فراوله، قرن الفلفل ده حلو ده كده، بالاناناس برضو ايه المشكله لو حطيت فلفل؟ هو ده قطع كده اتحط في قلبيها، وده برضو عجبني الاحمر ده الاحمر، الفلفل الاحمر الرومي اللي زي ده كده بيبقى ما فيهوش بذر كتير، لو في بذر كتير بنشيله. خلي بالك. نعم حاضر، عايز اشوف الفرن، نبص على الكب كيك نشوف ايه الدنيا. عينيه، بص هنقلب دول مع بعض. حلو، ايه الاخبار؟ هو ده، شفت الفراخ اتحمرت ازاي؟ بص عليها، بص عليها، جيب لي الفراخ دي وشقوتها كده، اهي اتحمرت اهي، بصفيها طبعا واخدها بعد كده بقى انزل عليها الاناناس، انزل عليها كمان شويه معلقتين عسل اسود، اسيبهم يغلوا على النار، انزل شقشاق من الميه. شفت الفراخ لونها جميل ازاي؟ هو اللون ده. التقليبه دي مهمه بالشكل ده كده، ناخدها في طبق علشان نبدا ان احنا نضيف لها بقيه الحاجات كلها. ده الطبيعي. بسم الله الرحمن الرحيم، وشوكه دي كده، تحمير الفراخ بالطريقه دي كده، تكمل سواها. بس ليه حمرتها يا عم الشيف؟ حد سأل السؤال ده، علشان اعمل عمليه تغليفه للبهريز اللي انا حاطه والتوابل اللي انا حاططها والنشا اللي انا حاطه بالشكل ده كده. عيني اهي هنا كده حلوه، عيني هتنزل تحت لو نزلت. حاضر، ايديا كلنا نجتهد علشان الصوره تطلع حلوه.
سواء حديثي مع الأستاذ المخرج أو مع فريق العمل، علشان في الآخر حضراتكم نشوف صورة حلوة. شفت السمسم معاها إزاي؟ الزيت ده طبعاً أنا مش عايزه، لازم تشيليها كده عشان ما يطلعش الزيت معاك. ريحتها حلوة قوي بالعسل الأسود على فكرة. دلوقتي لما تحط لها الأناناس بتاعها تبقى لطيفة وجميلة. مطبخ النهاردة صحي. شفت الفراخ مستوية ازاي؟ نازلة اهي على الشوكة اهي خدتش وقت. وجربيها، هتعجب ولادك. كل اللي احنا عايزينه من حضرتك تخش على صفحة القناة الأولى وصفحة أكلة أمي، تقولي لنا رأيك في القصة اللي احنا عملناها دي النهاردة، أو تتصلي بينا بالتليفون لو نستحق يعني. يشيل الزيت ده كده، أنا مش عايزه بالشكل ده كده. عينيا، حاضر يا فندم. ناخد الطاسة دي زي ما هي كده اهي، تركية بس صغيرة كده، وننزل يا عم الشيب بالبصلية دي كده. شفت الجو ده كده؟ حلو قوي. زي ما انا شغال كده، وننزل بالفراخ عليها. هو ده كل اللي انا هعمله دلوقتي. قبل كل ده اهو اهو اهو، شفت الطريقة؟ ناخد الاناناس بتاعنا ده كده اهو، عشان مخرجنا عايز نطلع فاصل. هناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، ونرجع بعد الفاصل نشوف الافكار البسيطه الحلوه السهله، حتى لو هنعمل اكل هيلسي، اكل صحي بطريقه بسيطه تناسب كل اعمار الاسره. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. اناناس، دجاج، بصل، شايفين الجو الحلو ده كده؟ اه. فين الزيت بقى؟ فين الزيت بقى؟ فين الزيت؟ تحمير الفراخ جيدا، عمليه ان انا اغطيها، بعمل عمليه تسويه للفراخ بدون ما تشرب زيت. قامت النار، هنا عمليه احتباس لدرجه الحراره. شايفين الجو ده كده؟ هنحط شقشاق ميه سخنه كده مع بعض يا ولد، ونسيبها تغلي يا عم الشيف دقائق معدوده. حلو قوي. خلصنا من الدجاج بالاناناس. بناخد هنا فليفر شويه من العسل بتاعنا الاسود ده كده. هتقولي لي بقى الفراخ طعمها حلو ومسكر؟ الاناناس واخد من طعم الفراخ؟ ولكن وجود النشا مع التوابل اللي انا حطيتها ده بيعمل مزيج طبعا من الطعم الحلو. ما تنسيش كمان تحطي شوية هنا ايه؟ بقدونس حلوين كده، وتسيبيه على النار تاخد غلوة. حلو الكلام؟ نخش على اللي بعده. خلاص زي ما هي كده مكشوفة. نشوف أخبار الفراخ ايه؟ نبص على الفراخ، مخرجنا الجميل عجبك الفراخ بالأناناس؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ شفت العسل الأسود هنا؟ هو عمل عملية القرب بين الدجاج والأناناس. خدوا اللون دول كلهم مع بعض. الله على الريحه الحلوه. حاسس ان انا واقف في مطبخ صيني او رحت الصين. العسل الاسود بتاعنا ده موسوعه بتاع البلاص، بتاع الصعيد الجميل والريف المصري الجميل. زمان كان الراجل الطيب يعدي ليه ده، ناكله مع الفطير المشلتت كده الصبح او في عشاء. انما ندخله بعض الاكلات زي ما انا شغال دلوقتي كده، والله العظيم احلى من الصويا صوص. طب ده حلو جدا. القوام بتاع الصلصه يا فندم، ينفع بدل الصويا صوص. شايف الصوص ده كده؟ انا هجيبه كده اوريه لحضراتكم بس عشان نشوف حاجه كده. مدرسه المطبخ هنا عند المغاز. شايفه الصوص ده كده؟ القوام ده جه منين؟ جه من النشا اللي انا مقلي. القوام ده ده عايز الرز الابيض ده يا شفيق، وما ترحمنيش. القوام ده اللي في التحت ده واخد العسل الاسود، واخد الفلفل الاسود، واخد ذره الملح اللي انا حاططها، طعم الاناناس والسكريات بتاعه الاناناس، الفلفل الحلو الحامي اللي انا حاطه. فاكيد هيبقى شيزنا سبايس. شايفين الطبخه دي يعني فيها سمسم اوميجا 3، يعني فيها كل البصل هنا مش متحمر، مستوي مع الاناناس. السكريات اللي في البصل بتاعنا جميله الحلوه. لا بص لها على الباميه بقى، وصلي على الحبيب قلبك كتير. ناخد الفراخ نغرفها ونقدمها لحضراتكم مع الرز الابيض الحلو ده. عدلها كوشه من الرز الابيض، هرم من الرز الابيض اللي انا عامله ده. اللهم صل على النبي. الطبق ده حلو.
مركب. هل بسم الله الرحمن الرحيم. صحية؟ والله نعملها ونشوف. ايه المادة الدهنية اللي استخدمتها هنا؟ تحمير الفراخ في شوية زيت وصفتها من الزيت وغطيتها علشان ما تشربش زيت. لو تلاحظوا كمية الزيت اللي انا طلعتها من الطاسة هي نفس الكمية اللي انا حطيتها في الاول خالص. يا نعم يا فندم. لا السلق، لا السلق كده، انا عايز اعمل النشا هنا يمسك في الجدار الخارجي او في الغلاف الخارجي للفراخ، فلازم عملية التحمير. والاناناس هنا في بحر العوم، في بحر الحنان، مع الفراخ ومع الفلفل ومع التوم ومع البصل. الف انا وشيف. رز ابيض عدلها عشان من هي رز ابيض، هي رز ابيض الاكله دي. ولكن في اسئله بتجيلي دلوقتي من الكنترول، ينفع شيف مغازل نعمل بدل الفراخ لحمه؟ مش تبقى حلوه. ينفع شيف مغازل نعمل بدل الفراخ جمبري؟ تبقى حلو. ينفع شيف مغازل بدل الفراخ نعمل سمك فيليه قشر بياض؟ تبقى حلو. وهكذا. سمسم، رش خضار حلوه. طبق هنا بيتكلم عن نفسه. حلو. مطبخنا على شاشه القناه الاولى كل يوم في رؤيه وفن وابداع، ولكن حريصين كل الحرص ان احنا معانا اطفال حلوين، معانا كبار سن، معانا اسره قاعده على السفره، لازم نحط في الاعتبار نعمل الاكلات اللي تناسب اعمارهم، وخاصه الاطفال لان عندهم سن معين كده بيحتاج الاكلات اللي فيها كالسيوم ومعادن عشان يبنوا اجسام ويقدروا يواجهوا مشاكل الحياه. رؤيه فن ابداع بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.